الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. الإنسان عرف إجراء تقويم الأسنان من آلاف السنين بحسب اكتشافات آثار المصريين القدماء والرومانيين. أما تقويم الأسنان كعلم تقام فيه الأبحاث والدراسات بهدف تطويره فبترجع بدايته للقرن الثامن عشر، لما قام عالم فرنسي اسمه بيير فوتشارد بتأليف كتاب يحتوي على فصل كامل يختص بعلم تقويم الأسنان. وبعده انتشر استخدام الدعامات وأسلاك المعدن في بداية القرن العشرين، وكانت هي دي القاعدة اللي بيبني عليها العلماء دراساتهم وتحديثهم لمجال تقويم الأسنان حتى الآن. أهلا بكم. ما بين التاريخ القديم والدور الحديث لتطوير طب الأسنان في إبداعات، في ناس مبدعين قوي. عايز أحكي لكم حاجة، قصة مثيرة جدا. تقويم الأسنان علم حديث؟ لا، ده علم قديم نسبيا، ده منتصف القرن التاسع عشر يمكن شاف تطوير في هذا العلم. المساهمين المؤثرين في مجال تقويم الأسنان كان على رأسهم نورمان ويليام كانجسلي، ده كان عايش من سنة 1829 ل 1913. كانجسلي هو وإدوارد أنجل اللي عاش ل 1930 هم آباء أو زي ما بيقولوا المطورين الأساسيين لعالم الخاص بتقويم الأسنان. استخدام تطبيقات من شأنها تصنيف أو تعديل سوء الإطباق كان يرجع للاتنين دول. أول من استخدم بقى الواير والقوة الشديدة في عالم التعديل للعضة كان طبيب أمريكي اسمه نورمان وطبيب تاني معاه اسمه أميرسون. دول أول من استخدم أساليب قوية لتعديل الإطباق ومشاكل رصة الأسنان. المجموعات دي كلها في وسط ده اهتموا بتكوين الأسنان، لكن في عالم جه بعد كده اهتم كمان انه كل ده يكون معاه تجميل. وابتسامة هوليود انا في رأيي، يعني مش رأيي انا، انها تصنيف او كلمة تجارية، لكن على فكرة اللي يرجع ليها الفضل في تسمية ابتسامة او هوليود سمايل اللي انتشرت في العالم كله، واللي بفضل التسمية دي على فكرة عالم تجميل الاسنان خد ابروتش عند الناس عالي جدا. هوليود سمايل يعني هو الطب خد من اسم سينما وصناعة سينما واستفاد منها بشكل كبير. جوليا روبرتس، جوليا روبرتس هي اللي ورا التسمية دي. جوليا روبرتس في مجموعة أطباء تجميل أسنان تعهدوا إن هم يعملوا ليها ابتسامة رائعة، وسميت هذه الابتسامة بابتسامة جوليا روبرتس الأجمل في تاريخ السينما الأمريكية زي ما صنفوها، وعلى أساسها انتشرت كلمة هوليود سمايل. تأمين على أسنان جوليا روبرتس برقم فلكي غير معلن، محدش عارف الرقم قد إيه. بس من هنا شوفوا بقى التاريخ بدأ منين، من أول ويليام كانجسلي سنة 1901 أو 2 لغاية جوليا روبرتس في منتصف القرن الحالي، يعني في 2000 وبعد الألفينية يعني. فأنت بتتكلم على زمن السنان تطورت فيه تطور مذهل جدا 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 ما بين الطب والتجميل. ضيفتي العزيزة، ما بين الطب والتجميل ستمتعنا بحوار كالعادة مختلف، كالعادة فيه الكثير من التشويق والحكايات الجميلة اللذيذة اللطيفة من ضيفتي المبدعة دائما أستاذ الدكتور إسراء السعيد، استشاري طب وجراحات الفم والأسنان بكلية الطب جامعة القاهرة، وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان وماجستير جراحات الفم والأسنان، الاسم المتميز للغاية. أهلا بك يا دكتورة إسراء. أهلا بك يا دكتورة أيمن. الناس الحلوة ربنا يخليك بوجودك. قصة أنا في رأيي إن هي قصة طبية لها بعد كبير جدا، لأن ولازم الناس تتنبه لها، هي أننا ما فقد سنة، فقد سنة جوه. كثير من الناس سنة طالما مش ظاهرة طنش، كبر دماغك
يا سيدي ازرع، لا لا لا. وفي افكار ثابته اللي هي زراعه تكلفه وقت مشاكل، هتقع الزراعه مش هتكمل، اصل واحد صاحبي راح زرع مش ما اتبسطش يعني في التجربه يعني بتاعته. فالزراعه برضو مظلومه، والزراعه اللي دخلوا في مجال الزراعه من الناس اللي ما عندهاش كفاءه وما عندهاش امكانيات ضروا بالزراعه كتير قوي. هي دي الحقيقه. اه ان احنا لو اشتغلنا على السبيشاليتي دي هتكون حاجه حلوه جدا. يعني انا اتمنى ان كل واحد عنده سبيشاليتي يشتغل عليها، بلاش السبيشاليتيز الريسكي زي الجراحه، بلاش يشتغلها حد عادي، ده الطف وأأمن لي وللبيشنت، لأن فعلا مشاكلها كتير، أو يكون متدرب كويس. يعني مثلا حالة زي كده هي فعلا كلها مشاكل، وده حد جميل جدا ونازل من السعودية علشان يعمل سنانه، وكان مدينا وقت حقيقي طويل جدا، يعني كان مدينا مثلا 3 ساعات، اللي هو إيه، هو جاي يخلص سنانه فعلا في 3 ساعات، اللي هو أنا النهاردة هو أول وآخر يوم ليا في مصر، فتقدروا تعملوا لي إيه؟ طبعا السنتين اللي هو جاي بيهم المايلين مش مناسبين دولت اتخلعوا، زرعنا له فك كامل، خرج في نفس الدقيقه بسنان طبعا دوت بفضل الله في الاول وفي الاخر، وطبعا ماشينز عماله تصور وتقرا، وعملنا له سنان واشتغلنا عليها. الحاله دي انا سهرت فيها يمكن لبعد الفجر، وكنا في رمضان، فاحنا عملنا كل الحاجات دي، خدت اراوند 4-5 ساعات، لان احنا خرطنا سنان قبل ما نزرع تكون متناسقه مع اماكن الزرعات، علشان انت يا دوبك تحط الزرعات وتقوم مدخل التلبيسه دي، هو خلاص خرج من عندنا باسنان، ما يعني هو دخل لنا بسنتين والباقي كله فاضي، خرج من عندنا فك كامل بس مؤقت، يعني ماده زي بلاستيك. بعد ما قعد اعتقد 3 أو 4 شهور على ما اتذكر، لا يبقى كده قبل رمضان، 3 شهور يبقى قبل رمضان، قبل رمضان على طول. جه ركب الاسبوع اللي فات، باي باي، وبرده ادانا نفس يعني مش عارفه الاوفر الفظيع ده، انك تيجي ان انا ما قداميش وقت خالص، دي بجد بتبقى صعبه جدا. جه خلص فعلا، استلم، قعد تقريبا 2 أو 3 في مصر، لان كان لازم السنان اظبط فيها حاجات معينه عشان تطلع حلوه، فدي اللي خدت معايا وقت شويه، وتوكل على الله ورجع السعوديه تاني. فعلا التكنولوجيا بتفرق، ان انت تطلع عيان بفك كامل مش جاي لك اوريدي بسنان، انت بتقعد تتصور شكل الاسنان وتظبط علاقه اسنان عضه مع بعضها وتظبط كل دوت في كام ساعه، لا هي طبعا تكنولوجيا فضل الله طبعا فوق اي حاجه، بس تكنولوجيا. انت بتصور بالكمبيوتر، وبعد كده في دكتور بيقعد يتصور شكل الاسنان ويرسمها ويحطها على شكل وشه من بره، في دكتور تاني بيقف يخرط، في دكتور تالت بيلمع، كل الخطوات ديت بتبقى موجوده، بنحطها في بق العيان، نبدا ندخل الزرعات من خلالها علشان خاطر نبقى عارفين ان الزرعات دي المكان المناسب اللي هيركب عليه الاسنان دي، وهي كلها 2 3 ساعات، وبيستلم الاسنان فوق الزرعات ويروح. حلوه طبعا. طيب قولي لي الزراعه في حالات ما تنفعلهاش؟ يعني تيجي محتاجه تعمل لها ما ينفعلهاش زراعه توتالي، ولا ما ينفعلهاش تركيب على الزراعه immediately؟ قولي لي الاثنين. لا طيب ما ينفعلهاش زراعه توتالي، دي توتالي يعني ما ينفعهاش زراعه فور ايفر، مش انا مش هيقدر يزرع خالص. مفيش فور ايفر خالص. مفيش فور ايفر. لا في، بس انت هتعدي مرحله تانية على حسب العظم اللي موجود يعني. العظم اللي موجود بتاعك نص نص، فممكن نفتح ونزود العظم شويه، وناخد عظم بيبقى بودره، عشان الناس بتبقى فاهمه العظم دوت ايه، ده بيبقى عظم ادمي، وطبعا دي حاجه متوافق عليها وصحيه ما فيهاش حاجه مقلقه، وبتزود انت العظم دوت بالعظم دوت زي البودره، وتثبته في المكان، وانت كده زرعت عظم. في حالات اعمق شويه بتضطر ان انت تاخد عظم من الحوض او بتاخد من الضلوع، والحوض طبعا هو الافضل بالنسبه لنا والايسر. وبعد كده بتبدا ان انت تدي فورم معينه للعظم دوت، وبتحطه في المكان، او بتحط قطع علشان تقدر تزود
عظم يعني تدي تخانه للعظم او تدي ثيكنس مناسب ان انت تحطي فيه زرع. هي دي الخطوه الزياده اللي احنا ممكن نعملها. يعني مثلا حاله زي كده دوت جاي يزرع واوريدي كان عامل زرعه قبل كده، والزرعه ديت فيها مشكله ان هي لازم نشيلها لانها بتتحرك، فهي اوريدي الجسم رفضها. الحاله احتاجت تدعيم عظمه واحنا شغالين، فاحنا عملنا له عظم بس العظم الخارجي اللي هو عظم ادمي بس بودره، واشتغلنا على زرعات فوق وزرعات تحت، وركبنا له في نفس اليوم على طول مشكل ليسا عشان الليسا نفسها تشكل حوالين الزرعه كان الزرعه ديت سنه، فبتدي نتيجه حلوه قوي في التركيب بعد كده. بعد كده مرينا بقى بالمراحل بتاعتنا كلها والمقاسات بتاعتنا وكل ده، وفي الاخر وصلنا لايه؟ وصلنا لزراعه فكين. الفكين دول مع الشقين مع بعض كويس جدا، يقدر ينضغ كويس، يتكلم كويس. كان بالظبط العداد قلب وجينا مرحله جديده في الحياه، ووصلنا الى نتيجه ان هو كده بقه كله بقى زيرو، جبنا من الاول كله بيرفكت من الاول. دي المرحله بتاعت ان هو لو ما عندهوش عظم احنا ما ينفعش ان احنا نقول مش هينفع، هو هينفع بس في مرحله زياده. طيب بالنسبه بقى للتركيبات الاميديت اللي انت بتاخدها، علشان انا برضو قلت كلام جميل قوي بس ده مش بينفع لكل الناس. في بعض انواع العظم هقول لك لو انا ركبت لك سنان في نفس اليوم اضرك، بس احنا ممكن نعمل ايه؟ بنصبر اسبوعين وبعد كده بنبدا نعمل تركيبه تانية مؤقته بتمشي بيها لحد ما يجي وقت التركيب على الزراعه، مش بتقعد فور ايفر من غير سنان لا. يعني كان عندي واحده صوماليه عملت التركيبه اللي هي مش دايمه، مش في نفس يوم الزراعه، عملتها بعد الزراعه باسبوعين، ما فيش اي مشاكل خالص، بتاكل وبتتكلم وعايشه بيها ما فيش اي مشكله خالص، لحد ما عدى الثلاث شهور بتوعها وجت وركبت والحمد لله خلصنا الحاله والدنيا كويسه. بس اللي انا عايزه ان انا اعمل ستريس عليه، ما فيش حاجه اسمها قاعده، لازم العيان يجي يتعمل له اشعه مقطعيه اشوف نوع العظم. على فكره ممكن اماكن تسمح ان انا اعمل لودنج في نفس اليوم وفي اماكن ما تسمحش، فانا لو لقيت حتى الاربعه اللي قدام كويسين اقدر احمل عليهم ده هايل، لكن لو لقيت كل العظم مش هينفع احمل عليه، يعني كميه العظم قليله قوي لدرجه انها يا دوبك تبقى شايله زرعه، ما ينفعش اعمل كمان لود على الزرعه. فلو دوت موجود بنصبر شويه وبنركب، بس مبدا كلمه ما ينفعش دي مش بحبها. بس مش كل انواع العظم لازم تبقى دي رول، مفيش حاجه اسمها مليون في الميه هتروح لدكتوره اسراء السعيد يبقى انت هتطلع باسنان في نفس اليوم. انا مش ساحره، بس لازم العظم بتاعك يسمح ان انا اعمل اميديت لودنج. كلمه نوع هنا برضو هتدخلها على الزرعه. كلمه ايه؟ نوع. نوع تايبنج. في نوع الزرعه كنوع يفرق جدا في النتيجه. يعني في زرعه جيدة الصناعة، في زرعة تانية شبهها بالظبط ومع ذلك تقولوا عليها مش جيدة الصناعة، يعني جنب بعض تحطيهم توأم. بس الكوتينج مختلف. ايه بقى الكلام الصعب ده؟ طيب احنا عندنا الزرعات، بص سيبك من بلد المنشأ دلوقتي، خلينا في المادة والكوتينج بتاعها، هو ده اللي بيفرق في الزرعة. ايه الحاجات اللي بتبقى الماده بتاعتها ايديال وعليها كوتينج مظبوط؟ الكوتينج دوت ماده بتدهن على الزرع من بره، بتعمل اجريجيشن او بتعمل اتراكشن للعظم ان هو للدم ان هو الاول يترسب على سطحها، ومن بعدها طبعا بيحصل بقى الكالسيفيكيشن ويبدا يحصل عظم حوالين الزرعه وتمسك كويس قوي. ايه بقى الخطوات اللي المفروض بتبقى ماشيين فيها، او دوت حصل ازاي، او احنا عموما يعني عايزين نتكلم. انا عايزه اوريك الحاله ديت قبل ما انسى. الحاله ديت حاله جميله جدا، خدت مجهود كبير، راح لاكتر من دكتور قال له لا هو انت مش هينفع ان انت تركب ولا تعمل زراعه. الابتسامه بتاعته اللي مضايقه ان هو كده مبتسم، هو كده مبتسم فمش بيبان اي حاجه من الاسنان، فمديه شكل بالنسبه له مش مرضي. وفعلا هو ركب كذا كذا مره، يعني هو اوريدي كده مركب. فالعيان دوت احنا عملنا معاه شغل كتير جدا،
ده محتاج يظبط مستوى الشفايف بتاعته، محتاج يظبط اكتر من حاجه علشان لما يبتسم يبان السنان بتاعته وتدي شكل متكامل ان دوت شخص طبيعي، ولما يتكلم تحس ان هو شكله جميل كمان، مش ان هو بس مجرد ان هو يبتسم يعمل اي حاجه مش شايف اي حاجه فوقه، هي شفايف ولسان مش شايف اي حاجه. عشان توصله بقى ان هو يقدر يبتسم والسنان تبان وهو بيتكلم ويقدر يبقى المضغ بتاعه سليم، لا احنا اشتغلنا فيها شغل كتير جدا. ممكن اوريك وهو مبتسم بقى شكل الاسنان النهائيه ايه، هوريها لك. مبتسم دي مهمه قوي، صوره الابتسامه مع السنان اللي بتوريني بقى التناغم بين الوش وبين الرصه بتاعه السنان وازاي الشفايف بتتحرك ازاي. واكتر من واحد وانا بصوره لك شوف شكل الصوره بتاعته قبل الشغل وابتسامته بعد الشغل، هتلاقي في اختلاف كبير ما بينهم. هتلاقي فعلا اللي هو قبل الشغل وقبل ما يعمل الابتسامه بتاعته هتلاقيه بتصور كده كانه متضايق، واحد تاني فعلا مبتسم وفرحان. دوت الشكل. احنا بص بس منظر الاسنان ما بين هنا وهنا، لا هو مختلف تماما. وبعدين كل الاسنان ظاهره، هي فعلا مختلفه. فالحمد لله. الاشعه المقطعيه مهمه في حاله زي دي او في اي حاله زراعه؟ اي حاله زراعه. اي حاله زراعه. بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا والله ببقى مكسوفه اقول والله الناس تزعل مني. اي حاله زراعه مش زراعه، اي حاله. انا ما اعرفش ليه الناس بتقف على الحاجات ديت. يا جماعه الاشعه المقطعيه ديت حاجه مهمه جدا جدا. هل يعني نفسي اعرف مين اللي طلع فكره بلاش نعمل الاشعه المقطعيه دكتور، ما كفايه الاشعه العاديه. والله لسه لحد النهارده مين اللي طلع يعني فكرة؟ انا مش عارفه هو يعني؟ في كونسبت عند الناس اللي هو لا انا ذاك واشتغل من غير ما اعمل اشعه. مستر مين اللي اول واحد طلع الجمله دي؟ مش عارفه. وايه الحكمه، ايه الشطاره والنصاحه والاحساس بالعظمه ان انت تشتغل من غير ما تعمل اشعه؟ ايه العظمه؟ بصي فكره ان حد يدهن بيته بداها حد معين. مستر عبد المجيد مسألني. عارف عبد المجيد ده مين؟ لا عبد المجيد اوف كورس. لا والله مسلسل، في مسلسل جميل قوي اسمه ذات. بتاع زمان. استاذ باسم سمره. المبدع باسم سمره، الفنان العظيم باسم سمره، عمل دور اسمه عبد المجيد اوف كورس. ده بيته اول ما ومشيت بوظ الدنيا. بوظ الدنيا. يعني فاكيد في حد في البدايه طلع فكره انه الاشعه المقطعيه دي استنصاح. الاستنصاح هو احنا عندنا يعني في جين تقريبا لازم يستأثر في الشعب والله العظيم، من اول بقى الاستنصاح بتاع كل الحياه كلها استنصاح. طيب بص الحاله ديت، دي الاشعه ديت هي اشعه مقطعيه، بس انا هشرح لك على الجزء اللي فوق اللي هو اسمه بانوراما. تمام. بص انت فوق يمين هتلاقي في درس اوريدي طالع من الجيب الانفي او نازل من الجيب الانفي. ده مشكله يعني، العيان دوت لف يا عيني لما يعني خلاص مش قادر يعرف ايه السبب ليه بيورم كل شويه من الجنب. هو ده شمال المريض، بس بالنسبه للمشاهد هيبقى يمين المشاهد. ليه كل شويه بيورم؟ ليه عنده الم في المكان ده؟ المكان دوت ما فيهوش دروس، وخلع دروس قبل ترس العقل علشان الالم اي حد يروح طبعا، ولا صور ولا عمل ولا اي حاجه. ادام في الم خلاص اخلع الدرس، اخلع الدرس. طب هو دلوقتي خلع كذا درس وبرضه ما اتحسنش، لحد ما جه وعملت له اشعه مقطعيه لقينا ان عنده درس طالع جوه الجيب الانفي. فهو دوت اللي عامل له المشكله كلها. احنا شخصنا في ثانيه بس خلاص، دوت هيدخل يعمل عمليه هيشيل الدرس اللي جوه الجيب الانفي، خلصت المشكله. بدل ما احنا قاعدين طول الوقت عمالين نعالج ونديله في جيوب ادويه جيوب انفيه وعمالين نمشي في اتجاه هو اصلا طريق غلط، فعمرك ما هتحل المشكله. برضو الحاله ديت تحت شمال لو تاخد بالك في درس غير مكتمل. الدرس دوت عامل له مشكله وعامل له ورم وعامل له مشكله، فراح للدكتور، فكل مره يروح يعمل الدرس علاج عصب وهو مش عارف ان المشكله ما هياش من الدروس اللي عامله علاج العصب اللي هو عملها علاج العصب، هو المشكله من الدرس المدفون اللي تحت دوت، هو دوت اللي عامل المشكله. برضو ما حدش فكر ان هو يعمل اشعه ولا حد يشوف ايه، هو دكتور لقى عنده الم اعمل علاج عصب.
لحد لما جالي بقى عملت له الاشعه الف ب. يا جماعه الاشعه حاجه مهمه جدا. يعني النهارده جاي لي حاله مركب عامل زرعات في الاردن والطربوش وقع ومش عارف ماركه الزرعه ومش عايز يعمل اشعه مش عايز يعمل اي حاجه بس خلصيه الطربوش اوام. مستحيل. انا لو في ايدي عصايا السحريه انا مش هقدر اعمل حاجه. لازم تتعمل اشعه، لازم اعرف ماركه الزرعه، لازم اعرف انا هاخد وقت قد ايه لان دوت جاي قاعد في مصر يومين ثلاثه. فانا لازم اعرف انا الشركه دي اصلا موجوده ولا لا في مصر. ده شيء مهم ان انا اعرفه. دي برضو حاله لطيفه قوي. بنتكلم في درسين العقل او اربع دروس العقل، الاربعه مدفونين. بس مين اللي عامل لي اكبر مشاكل؟ الاثنين اللي تحت، اللي يمين واللي شمال. واحد اللي هو ناحيه الشمال دوت نزل لتحت قوي، بتغطي فوقه بعضه، عامل الم رهيب، متصل بالعصب الوجهي او واصل لحد العصب الوجهي، عامل مشكله. الناحيه الثانيه اللي هي يمين المشاهد، الضرس طالع بالعرض وبرده واصل للعصب الوجهي. فدوت لما يجي يتشال لازم يتشال بحرفيه عشان ما يحصلش بعد كده تنميل ولا يحصل بعد كده مشاكل. فالاشعه المقطعيه اي منطق تقول ان هي مش مفيده؟ مفيده جدا. طب لو انا قلت لك انه عندي برضو ناس كتير بتسالني حل الاسنان غير متساويه. يعني ايه غير متساويه؟ غير متساويه في الطول، غير متساويه في الحجم. تلاقي سنك طويله مكسره يعني، ولا هي غير متساويه في الحجم؟ لا غير متساويه في الحجم ولا حاجه. يا اما بتعمل فينيرز يا اما بتعمل كراونز علشان يتساووا كلهم ببعض. لكن ده دوت في حاله ان هم متاكلين. لكن لو واحد طالع لجوه مثلا فباين لك قصير يبقى تقويم. يعني حاجه بره وحاجه جوه، لا انت تعيد راس السنان. بس في موضوع مهم احنا ما كملناهوش، موضوع انواع الزرعات. احنا قلنا الزرعات، قلنا خلاص؟ قلنا. لا بس انت مش مكملتوش، ما احنا هنكمله. بس قصدي اقول لك ان انت قلتي بشكل واضح ان القصه تكمن في اشياء تفصيليه، الخامه، في الخامه بتاعتها، الكوتينج، المستوى العالميه بتاعها. بمعنى الزرعه دي لوكال ولا انترناشونال؟ او على فكره بيقولوا ده مش منظره ولا مبرر ان احنا نشتري الحاجه غاليه. ما هي برضه لوكال، هترجع تاني للكوتينج وللماتيريال بس كده. الزرعه اللوكل اللي هي ملهاش وكيل عالمي، اللي هي ملهاش خدمه ما بعد البيع زي ما بيتقال، دي يعني انا مش بفضلها حتى لو كان بلد المنشا بتاعها وات ايفر هو ايه. اللي انا بحبه زرعه انترناشونال، في اي بلد في العالم انت هتروح هتلاقي الوكيل بتاعها، في اي وقت هتلاقي خدمه ما بعد البيع، عندي مشكله في زرعه الدكتور طبعا بيقول نقدر نغيرها لك، نقدر نبدلها لك، نقدر نديك خدمه عليها، نقدر نديك كذا يساعدك. قطع الغيار لازم تكون موجوده لو زرعه انترناشونال، قطع الغيار موجوده. طب زرعه ملهاش وكيل ثابت وما تعملش منها كتير على مستوى العالم، دي تاكد ان بعد سنتين طلبت قطعه غيار. يعني ممكن تركب كراون، كراون ده فك محتاج بس مسمار يربطهم، دي قطعه غيار بسيطه جدا ومش غاليه، دي مش هتلاقيها لو الشركه دي شركه صغيره ومش ثابته. بلس مستوى نجاح الزرعه، كل زرعات بتلعب ما بين 95 وما بين 98% نسب نجاح. مين اللي جايب 98%؟ طبعا زرعات انترناشونال غاليه جدا، عليها طبقه كوتينج رهيبه، الجسم نفسه بيحبها. يعني هي نفسه هي بتتوصف في الكتب ان الجسم بيحبها، لان منين ما بتحط الزرعه بتلاقي على طول الدم جمع حواليها والعظم جمع حواليها. في انواع تانية بتلاقيها كانها منفره للعظم، تحطها تلاقي الجسم ما بي... دي اللي نسبه نجاحها بقى 95. دي ارقام كبيره على فكره، 95 ده رقم حلو جدا جدا جدا. لكن الاقل من كده بقى يبقى انت كده دخلت في زرعات انون. طول ما انت بتتعامل مع حاجه انون تاكد ان انت هتقابل مشاكل كتير ملهاش حل. هتلاقي مشاكل كتير انون برضه، زي بالظبط اللي بيجيب عربيه تركيب وبيجيب عربيه من وكيل. طبعا في عربيه تركيب يعني إيه وفي مكان اسنان تركيب على فكره. لا ماشي، في عربيه تركيب بيجمعها لك بقى، بيجمعك العربيه. في زرعات فعلا بتبقى كده متجمعه، وفي ناس جات لي انا ممكن اعمل لك زرعه باسمك، انا بخرطها وبلمعها وبعقمها. في والزرعات ديت نازله السوق بارقام صغيره جدا. بس انت مش متصور حجم الخطر. دي حاجه بتدخل جوه جسمك، جوه جسمك، والمفروض ان جسمك يتقبلها وتبقى كومبليتلي سترايل وتعيش بيها وتاكل عليها وتشرب عليها كمان من غير ما يحصل لها حاجه. صدقني ده مع الحاجات اللوكل والحاجات التصنيع والحاجات الانون اللي ملهاش وكيل انترناشونال، تاكد ان انت
هتقابل مشاكل ومش هتبقى عارف تحلها. انت نورتي وابدعتي. ميرسي يا دكتور ايمن والله من ذوقك. هعمل حلقه مره. اوكي. هتكوني اكيد ضيفه، هنجيب كمان حد من بتوع العيون اصدقائنا. نجيب حد من بتوع العيون. العيون. واجيب حد كمان من بتوع الجليه. واجيب حد كمان بتوع تاخر الانجاب، وهسالكم كلكم سؤال واحد. طب تاخر الانجاب دي مش تبعنا. لا لا احنا كلكم يا جماعه يعني خليك في المنطقه دي يعني انف واذن عيون. ماشي ماشي يعني هنلاقي الفروع يعني. بس اللي انا قلتهم لك دول كلهم بيشكوا من حاجه واحده بس، ان هم إيه؟ بيسمعوا انه في حاجه اسمها في الفيلد بتاعهم في شغلهم، يعني يقول لك ايه، يجي الدكتور يجي المريض او الكلاينت يعني يقول لهم ما عندكوش عروض، اخبار عرض الربيع. انا لسه مسؤول السؤال ده وانا جايه اللي هو مفيش عروض. اوعي تفتكري ان الموضوع ده بس في الاسنان، اللي انا قلت لك عليهم دول كلهم الاسبوع يعني اللي فات. يعني هتعمل عين وعليها عين هديه يا باشا. بيت زيتين وعليهم بيت زهديه. انا نفسي الناس تستوعب ان الطب ما ينفعش فيه عروض. والله انا احيانا بعمل العروض دي سبيشالي في راس السنه. انا بحس ان انا ببقى عايزه اساعد الناس وابسطهم، بس فعلا بعد فتره بحس ان انا ظلمت نفسي جامد، لان فعلا الموضوع مكلف. وفكره العرض في الطب دي انا ما شفتهاش في العالم كله اللي في مصر، مش يعني موجوده. لا ما فيش حد بيدي اوفر. لا 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 لا, يعني لا هو في حتت في العالم كمان الطب فيها مختلف عن مصر، يعني في حتت في العالم اختفى فيها الطب الخاص، يعني في امريكا ما فيش طب خاص، في طب عام، مفيش مستشفيات. مفيش عيادات، يعني كلها انا بروح تبع شغلي للمستشفى الفلاني بتعالج يعني. انت عارفه ان كده موجود دلوقتي. ايوه عارفه. يعني بس برضو احنا في مصر احسن يعني. انا كان عندي عيانه بريطانيه، يعني انت مش متصور ان هم اي ضرس بيوجعك بيخلعوا. انا لسه يعني هم عملوا سكيب لكل فروع طب الاسنان. والله أنا يعني المفروض ما اقولش كده، بس ده حصلت يعني. في عيانه لسه كان عايشه في امريكا لسه كانت بتعالج معايا، قالت لي اللي انا شفته معاك هنا اهوت انا ما شفتوش في امريكا من ناحيه الكير ومن ناحيه التفاصيل. ايوه صح. قالت لي هناك ما فيش تفاصيل كده. يعني انا اتبسطت جدا ساعتها. واي حاجه خلعها ده بتدمر مستقبل اجيال. ازاي حد يعني البنت ديت عندها حوالي 23 سنه ولا حاجه، ازاي تخلع لها زكامه من الضروس؟ ولما انا بكلمها تقول لي ما فيش غير كده في امريكا، هو ما نعرف في بريطانيا ما فيش غير كده، ما عندناش الفكره دي. وعشان انا اعمل درسي بره علاج عصب وطربوش والكلام دوت، لا دي ارقام طائله. لا يعني ما تشتري بيها بيت يعني بالنسبه لنا المبلغ ده تشتري بيه بيت. لا ودكاتره السنان في امريكا واو واو واو. اوكي. يا رب. عارفه كده ولا لا؟ عارفه والله عارفه، بس انا ماسكه هنا، انا ماسكه في الترامب هنا. احنا يا باشا بتوع هنا. انا بتاعت هنا. لا والله هنا قلبا. والله هنا انا أحلى. انا بتاعت هنا. طب اقول لك والله هنا لو عرضت عليا ايه؟ لا انا مبسوطه هنا. والله احلى. ده مش مجامله، مش مجامله اللي هنا، ولا انا بقول كلام كده. مصر بلد حلو جدا، بس نفسي في حاجه لو اتشالت من مصر هتبقى حلوه قوي. العقبات ما بتخلصش. الايه؟ العقبات. لا لا الفهلوه. بجد لو احنا شلنا الفهلوه من مصر هتحلو. ما هي دي مشكله الاشعه المقطعيه. ايه اللي بيخلي العيان عايز يعمل كده؟ علشان هو شاف دي فهلوه. يا فندم حضرتك الفهلوه في كل حاجه، في كل حاجه. احنا نطبق السبيشاليتي، والله لو عملنا فكره السبيشاليتي كلنا هنرتاح، الدكتور هيرتاح والمريض هيرتاح، كلنا هننبسط. نشيل الفهلوه. ونشيل الفهلوه. نورت يا دكتور. ميرسي يا دكتور. اسعدتيني جدا بحوارك كالعاده. الاستاذ الدكتور اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحب الدبلومه الاسمانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا ماجستير جراحات الفم والاسنان من الطب الاسرائيلي. نورتني وكالعاده ابدعت في وصف تفصيلي مش بس لمشاكل السنان، والله لمشاكل عقليه التعامل مع مشاكل السنان. لانه هي دي المشكله الحقيقيه في كتير من الاحوال. دكتور السنان ومش بس دكتور السنان، والله انت دايما بتزلمي معايا انا بتكلم في الفروع كلها، بس هي فعلا انا بلاقي الطب في مصر الدكتور مش بيعالج المشكله الصحيه بس، بيعالج اللي قبل المشكله الصحيه، مشكله فكر المريض واهله عن المشكله الصحيه. صح. يعني يقعد المشكله الصحيه تعالى اعالج لك يا عم قدم السكري او السكر او مشاكله او الافاسكولار ابنورماليتي او زي ما انت عندك الزراعه او التجميل او التقويم اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت،
بقول لك كده سيبني كده فاش بستمتع وانا بقول. لكن تعالى بقى افهمك بقى التوقيت، تعالى لي امتى، والكير والعنايات، وخلي بالك من اللي انا عملته لك، والزرعه ازاي، وتيجي لي امتى، وان احنا نعمل لك اشعه مقطع عشان نكتشف. وفي مشكله تانية مش باينه دلوقتي بس هتفرقع في وشك كمان في وقت قصير، تقول لي لا لا سيبها سيبها نايمه خلاص طنش. تحصل كتير اقول احنا محتاجين كذا وكذا ونجنب التاني في كذا، لا انا جاي عشان ده بس. ايوه طب اللي جنبه، لا لا انا جاي عشان ده بس. لا انسى مره مريضه شفتها جات لي عندها سكر، مريضه عندها سكر، فجاي يعني اعيش بقى مع سكر ونكتئب، قالت لي لا انا عندي برد اديني دواء برد دلوقتي. والله العظيم عندي كحه وبرد. هي متعوده على السكر. نيمونيا. ماشي هكتب لك خلاص مفيش مشكله في السكر دلوقتي بتاع اللوبر نيمونيا و بس اكتب لي دواء السكر ظبط. لا 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 اكتب لي دواء. جننتني بقيت انا قاعد عمال اتنطط. ده بيبص لحاجات غريبه قوي. ماشي ما انا هديكي دواء البرد ودواء الالتهاب الرئوي بس السكر هو الاهم من يوم في سكر بيبي. خليكم مع الناس الحلوه.